وللمزيد من التعقيب على هذا ينضم إلينا الزميل الصحفي علي زلط. علي، بداية تعازينا إليك وتعقيبك على المشهد الذي نراه على يمين الشاشة الآن. شكرا لك باسم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله المشرفنا بشهادة أخي إبراهيم ونال أمنيته في أنه يجيب الرفعة لوطنه الحرية لبلده. أنا تعليقي الوحيد بس يا كل العواجيز الذين تريدون أن تصادروا مستقبل هذا الوطن، سيبوا الورد يفتح سيبه. إبراهيم خرج آمن، خرج سلمي، خرج لا يحمل غير كل حب لهذا الوطن وكل أمل في مستقبل له. لكن للأسف الشديد القاعدة التي أرساها الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي يدشن اليوم مجزرة يعني على جثث الشهداء أمس، يدشن اليوم حملته الرئاسية تقريبا. فيعني هذه الشرايع كيف تأتي على بركان الدم؟ عبد الفتاح السيسي الذي فتح في كل دار في مصر بطولها وعرضها دار عزاء، كيف يمكن له أن يحكم مصر وقد اغتال شبابها وقد اغتال مستقبلها؟ عبد الفتاح السيسي هو المسؤول عن هذا المشهد، بالإضافة إلى الإعلام المحرض. الإعلام المحرض الذي حتى الآن فتح أمس شاشات الفضاءات المصرية، فتحت أمس 12 شاشة لنقل الطبل والزمر والتحرش الذي كان في ميدان التحرير أمس وشرب الخمرة في ميدان التحرير أمس على أرواح ودماء شهدائنا، ولم تفتح شاشة واحدة حتى الآن، لا في مصلحة زينهم ولا في قريتي بشواي الملك مركز أطور الغربية حيث يورى أخي وشقيقي الجثمان اليوم. هذا المشهد العبثي، هذا المصير الذي يقودنا إليه طغمة الانقلاب في مصر. طب علي، أريد أن أقول علي أريد إزاي؟ أن أوجه بس رسالة مهمة. اتفضل اتفضل. أخي إبراهيم سوف يدفن الآن في قرية بشواي الملق إلى جوار عمه الشهيد علي عبد الحليم زلط الذي سميت على اسمه، وهو شهيد من شهداء 6 أكتوبر، حرب 6 أكتوبر، حرب تحرير سيناء. ضحى عمه بدمه وكان ملازم أول في الدفاع الجوي، وكرمه الرئيس الراحل أنور السادات وكرم اسمه كشهيد، الشهيد علي عبد الحليم زلط ابن قارة بشواي غربية، وكان ملازم أول في الدفاع الجوي وسشف في ثغرة الدفرسوار. إذا قدم هو الواجب الوطني. أنا علي عبد الحليم زلط سميت على اسمي وقدمت واجب الوطن بخدمة عسكرية سنة في صفوف القوات المسلحة المصرية في 2006. هل هذا جزائي؟ هل هذا جزائي أن يقتل أخي غيلة وغدرا بينما على بعد أمتار قليلة كان مواطنين مصريين آخرين من شعب السيسي يحتفلون؟ ما الذي جنيناه لكي نستقبل الرصاص المنهمر؟ ما الذي جنيناه لكي يغتال حلمنا في مستقبل مشرق مصر؟ ليست المسؤولية فقط مسؤولية عبد الفتاح السيسي، مسؤولية الصحف المصرية الخاصة التي عملت فيها يوما، الوطن، المصري اليوم، كل الجرائد الموجودة الأخرى، أون تي في، سي بي سي، ولا أريد أن أسميها أشخاص بعيونهم لكني دخلت بيوتهم وأكلت معهم رؤساء التحرير وهؤلاء المذيعين وعملت لديهم معهم فترة، ولكنهم أبوا إلا أن ينحازوا إلى مذبحة الدم المفتوحة الآن في مصر ولا ينقلون الحقيقة. فكان قراري أن أنحاز إلى مكان أستطيع أن أرى فيه الرأي والرأي الآخر. هذه البيوت التي دخلتها وهؤلاء الصحفي الذين عاشروني وعاشرونها وعاشرتهم يعرفون تمام العلم واليقين أنني لست إرهابيا. أنا حصلت على جائزة الصحافة الاستقصائية مرتين عن المصري اليوم، والآن يسمونني في المصري اليوم إرهابي ويحرضون على قتلي وعلى قتل كل شباب مصر المتظاهر بشكل سلمي. للأسف الشديد الآن صعب الواحد يفصل بين المهنية والإنسانية. نحن نريد أن تعود إلينا إنسانيتنا التي انتهكت، إنسانية المواطن المصري المنتهكة. بشرتمونا بالحريات، الصحفيين الذين عملوا مناحة على قنوات فضائيات في وفاة جايكا، وفاة زميلي الحسيني أبو ضيف الذي مشيت في جنازة من نقابة الصحفيين، لم أجد أي تعاطف ولا أي تعزية من نقابة الصحفيين وضياء رشوان وخالد البلشي وكل الموجودين في نقابة الصحفيين. وهؤلاء لا يمثلوننا، لم يتعاطف أحد معي لاستشهاد شهيدي، وكأن هم شعب في نقابة الصحفيين وأنا شعب آخر ودماءنا شعب آخر في نقابة الصحفيين. يا أخي الكريم، أنا آخر فترة عملت لمدة عام مع الزملاء كانوا يتصدرون الشاشة يفتحونها كل يوم بعبارة طول ما الدم المصري رخيص
يسقط يسقط أي رئيس. أين هو الدم المصري الرخيص يا أستاذ يوسف هدى؟ أين هو الدم المصري الرخيص يا كل الإعلاميين الموجودين في مصر؟ دم أخي وشقيق إبراهيم زلط هو الدم الرخيص. يا من قسمتمونا ويا من سكتتم على قتل المصريين وفرستموهم فرسا سياسيا، الويل لكم، وسوف يدخل بيوتكم شبح الموت. ولكن شهدائنا بحثوا من اجل سقطوا من اجل مستقبل مصر. من اجل مستقبل مصر. بشكرك كريم. بشكرك اعزائي لكل المصريين الذين سقطوا اليوم، وليس فقط لاخي. ونسال الله انه يجعل لمصر ان شاء الله قريبا فرجا عاجلا قريبا، وباذن الله مكملين 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 طول ما فينا نفس لاجل مصر ان شاء الله. بشكرك زميل علي زلط شقيق إبراهيم أحد ضحايا مظاهرات أمس. بشكرك شكرا جزيلا وتعازينا إليك ولجميع الأسرة.